بيجا دكتور محمد فوزي. دكتور محمد فوزي السلام عليكم. السلام الله عليكم. نشكركم جميعا الأخوة والأخوات على هذا اللقاء المفيد، وإن شاء الله تعود الفائدة على الجميع. بالنسبة لميشا، الملاحظة اللي هي تقرير يعني المريض لما بيخرج من المستشفى الملك فيصل وما في تقرير واضح للمتابعة ومدى إمكانية متابعته والمطلوب منه الفول أب في مستشفى الملك عبد الله. مستشفى الملك عبد الله هي مستشفى سكندري هوسبيتال أباوت 380 سرير، فيها معظم الفاسيلتيز، إنما إحنا عايزين بس يكون التقرير واضح بالنسبة إيه اللي ممكن نعمله للمريض، ويكون واضح إن المريض خرج مش محتاج متابعة في مستشفى الملك فيصل. ان كل عدم الوضوح ده بنجد نفسنا في حرج مع المريض. الشيء الثاني اللي انا بلاحظه برضو من بعض الحاجات الاشياء اللي غير واضحه اللي هي العلاج خارج المملكه. هل من صلاحيه الهيئه انها تبدا علاج خارج المملكه وامتى؟ هل بعد ما كل المراكز اللي في المملكه تقر ان هي ان المريض يحتاج للسفر خارج المملكه؟ وإيه الآلية بتاعت وصول هذا القرار؟ شكرا جزيلا. خير إن شاء الله. بإذن الله نكتبها ونرد عليكم إن شاء الله على الهيئة، بيرد عليك إن شاء الله الدكتور بعد الاجتماع إن شاء الله بإذن الله.